أستاذ عبد الله، ما رأيك في هذا القرار الذي صدر وحكم بالأحرى صدر عن القضاء الفرنسي؟ هو رسالة ما للقضاء الجزائري؟ كفى من هذا التسرع دون ما أدلة، دون ما حجج دامغة، مجرد كلام عن فلان عن فلان، سمعنا أن كذا وكذا، هكذا قيل في المحكمة في فرنسا. مساء الخير أستاذ عثمان، تحية لمشاهدي قناة المغاربية. المعروف أنه مسألة تسليم المجرمين، تسليم المطلوبين قضائيا على الصعيد الدولي هي مسألة حساسة، نظمها المعاهدات الدولية، وبالنسبة للجزائر فيها قانون الإجراءات الجزائية. موضوع الأمير بوخرس أو ضيفك، بحسب من التقرير اللي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة لوموند، أنه فيه 9 أوامر بالقبض، من بينها 7 تتعلق بقضايا نصب، و2 كانت فيها التهم هي قضايا الانتماء إلى منظمة إرهابية والإشادة بالإرهاب، بالإضافة إلى تبييض أموال. موقف القضاء الفرنسي أو قرار محكمة الاستئناف بباريس بعد تقريب أكثر من عامين من التحقيقات في هذا الطلب، كان هو رفض عدم الاستجابة لطلب الجهات القضائية الجزائرية. الأسباب أو حيثيات الرفض غير معروفة كاملا لحد الآن، لأن القرار لم ينشر برمته، ولكن يبدو أن بعض التسريبات أو التي نشرت والمتعلقة بالخوف من تعرض المعني إلى عدم احترام حقوق الدفاع وحتى سلامته الجسدية والبدنية، بالإضافة إلى أن ما حدث للنشطاء ومعارضين جزائريين، لا سيما أن الأحكام اللي تصدر على من محاكم الجزائرية على ضد نشطاء الحراك ومعتقلي الرأي لراهي محل جدل كبير جدا في الجزائر. طيب، وما محل هذه الاتفاقية كان أمير يتكلم عنها، اتفاقية تسليم المجرمين بين وزارة العدل في الجزائر ووزارة العدل في فرنسا، ما محلها من الإعراب؟ يا عثمان، الكلام ما يكونش بالبساطة هذه. لازمنا نعرفوا والموقع القضاء الفرنسي في الدولة أو في المجتمع الفرنسي. القضاء الفرنسي قضاء عريق. لما نقول الكلام هذا حقائق تاريخية قد لا يكون مستقلا 100%، ولكن فيما يتعلق بالمصالح الداخلية الفرنسية البحتة. القضاء الفرنسي معروف أنه قضاء كفء يتمتع بكفاءة كبيرة. القضاء الفرنسي ونسبة النزاهة مرتفعة جدا. القضاء الفرنسي يخضع للرقابة الشديدة. لاحظوا أنه العدالة الفرنسية توصلت أنها تتبع جاك شيراك، توصلت أنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يوضع في التوقيف تحت النظر. أما هل هذه العدالة فيه مجال أن نقارنها بالعدالة الإفريقية؟ لا مجال للمقارنة على الإطلاق. لما القرار يتخذ، معناتها السلطات القضائية الفرنسية خذت الاعتبارات القانونية والقضائية البحتة، بمعنى الوقائع والأدلة والتكييف القانوني. وهذه مرة أخرى أن العدالة الفرنسية توضع الاعتبارات السياسية يبدو لي جانبا وتعطي البرهان، لانه حتى الدفاع نتاع الضيف تاعك قال كلام كبير انه العداله الفرنسيه اعطت برهان على استقلاليته، وقال كلام خطير انه وجهت رساله لقسوه الجهاز او الجهاز القمعي الجزائري، بمعنى الاجهزه الامنيه والجهاز القضائي، والشيء اللي راه يقال في الجزائر من عدم باستقلالية القضاء الجزائري والخضوع نتاعو. رانا هذه مرة أخرى اللي كنا نحذروا منه، أنه لازم أن يكون القضاء مستقل، أنه القضاء يخدم بحرية، أنه القضاء يخدم بكفاءة، أنه القضاء تكون فيه ثقة من طرف المواطن الجزائري. لما وزير العدل يجي في تصريح عنده عدة أشهر ويقول ويعترف بأنه المواطن ما يثقش في العدالة، كيف بالأجانب إذن أن يثقون في هذا القضاء؟